اخر حاجه، مين في رايك انت قلت لي افضل لاعب في مصر السنه دي كان احمد سيد زيزو، طبعا. افضل مدرب مصري السنه دي كان مين؟ فيريرا. يعني فيريرا افضل مدرب بشكل عام. علي ماهر. علي ماهر افضل مدرب مصري. مصر. مين اللاعب اللي خذلك السنه دي؟ واحد بس. قول لي خمسه. انا عارف إن انت لسه قايل دلوقتي 550 منهم 10 فيبقى بقينا 540، هتعد 540 دلوقتي. لا خذلني طبعا لعيبه كتير يعني. خذلني طبعا ما اقول لك حاجه، بيرسي تاو طبعا وميكيسوني يعني، ده مبدئيا يعني عشان دول عنوان دول بعيد عن الخمسه. لا دول بعيد عن الخمسه بس دول يعني ايه، لو بتكتب عندك كتاب في فصل الخذلان فدول عنوان الفصل. فدول عنوان الفصل يعني بصراحه يعني. حسين الشحات يدي اكتر من كده طبعا. انا مش بتكلم على لعيبه يعني ايه مجهده يعني. يعني انا بختار، انا عارف انا بختار ازاي. يعني مش هقول لك السوليه مش احسن مواسم لي، لكن هو يظل السوليه. ولا علي معلول نفس القصه. لا علي معلول انا بشوفه حتى بالظرف ده يعني لما جيت اختار فريق الموسم حطيت علي معلول هو الباك ليفت، 8 اهداف. خلوا بالكم يا جماعه الناس مش واخده بالها، الاهلي لعب الموسم بدايته 16 مباراة ولا 15 مباراة إبداع يعني برضه نسبيا. أداؤه كان هايل وعمل ماتشات يعني كان أفضل ماتشات ال 15 مباراة دول الأهلي طرف فيهم 5 3 بس احنا دايما بنفتكر اللي في الآخر. احنا الناس كلها بتفتكر اللي في الآخر طبعا. والزمالك تفوق في النصف الثاني صحيح، نتائج وكورة صحيح. فيعني إيه ما ننساش إن علي معلول باك ليفت ومسجل 8 اهداف للاهلي. عايز حاجه واحده نفسك ما تشوفهاش في الدوري المصري السنه الجايه الموسم الجديد. حاجه واحده ايه نفسك ما تشوفوش او نفسك تشوفه متعدل او متحسن؟ لا بص، اول حاجه تاجيل التاجيلات وتعديل التعديلات ده مش عايزه. تمام. عايز جدول، انا بقول اهو انا عايز جدول من اول ما يتعمل لغايه اخر يوم. اعرف الاسبوع الاول امتى والاسبوع الاخير امتى. وعايز كمان هتقول لي افريقيا واصل المجهدين واصل كذا، يبقى الانديه كلها تفكر في نظام دوري حتى يكون في فتره انتقاليه موسم واحد عشان نستريح شويه. صحيح. يبقى 26 اسبوع بدل 34 اللي هو البلاي اوف. صحيح. اللي هو الثمانيه والعشره اللي هم هيعملوا موسم واحد. طبعا الانديه هي اللي رفضت النظام ده. صحيح. مش عايز اشوف اعتراض على الاطلاق المدرب المدير الفني والمدير الفني. طبيعي جدا ان هم يلخبطوا شويه مع الحكام. مفهوم. يعني يتكلم يعترض ويقول له ايه يا حكم ده حرام عليك، لكن لا مدربين ولا مساعدين مدربين ولا مديرين واداريين كل شويه زيطة على الحكم ويطلعوا يتكلموا معاه صحيح. ده فوضى. صحيح. والفوضى لازم تبطل. ده حاجة من الحاجات اللي مهمة جدا عشان لازم الانتظام، لازم العدالة، لازم العقوبات تزيد شوية عشان الفوضى تبطل. صحيح.